عشان كده انا بحب دايما اتتبع القاعدة التي تقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هنا هم اهل الاختصاص، وانا هنا هستعين بصديق، ومش اي صديق، هو صديق حبيب وعزيز، هو فضيلة الشيخ احمد الطلحي الداعية الاسلامي المعروف، اللي برحب بيه وبقول له كل سنة وانت طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله حبيبي وعزيز على قلبي جدا سيدي تامر أمين، كل عام ومعليك بألف خير، جمهورك ومتابعيك وكل الناظرين إليك بألف ألف خير يا رب العالمين. وحضرتك بألف خير ورحمة. الأول قل لي فكرة تلمس ليلة القدر، وهل هناك فعلا فضل أو أفضلية لليلة 27؟ قبل البدء والخوض في الحديث، في مثل عربي يقول لطيف بعد عروس ومعليك، بسم الله ما شاء الله، يعني قدمت كل شيء ولا يحتاج لمثل الفقير للكلام. لا العفو العفو، انت ما أستاذنا. شاء الله عليك، ربي يعطيك الصحة والعافية، دائما نستنير ونستفيد من معاليك. أشكرك يا فندم، أشكرك. الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذات يوم جالس بين أصحابه فسألوه لما نزلت آية الحق تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكأنهم يتساءلون ما معنى ليلة القدر يا رسول الله، فقال نزل فيها عظيم القدر أي القرآن الكريم. نعم. مع عظيم القدر سيدنا جبريل عليه السلام على عظيم القدر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأصبحت هذه الليلة هي ليلة القدر. فقالوا يا رسول الله، أو هذه الليلة في زمن الأنبياء فقط، يعني أنت بس موجود عشان كده حتكون هي أفضل ليلة؟ أيوة. أم هي بعدك مستمرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم في زماني وما بعد زماني، يعني وأنا موجود معكم وبعدي تبقى هي موجودة. ممتاز. قالوا يا رسول الله متى تكون في هذا العام؟ فقال هي في رمضان. ومتى يا رسول الله في رمضان؟ فقال تلمسوها في العشر الأواخر في الليالي الفردية. والحبيب صلى الله عليه وسلم أشار على أنها تكون في ليلة 27، ومرت في زمانه الشريف صلى الله عليه وسلم ووافقت ليلة 27. تمام. والله عز وجل جعلها ليلة مخفية حتى يتعبد الإنسان في أكثر من ليلة في خمس ليالي وترية. صحيح. وهذه عطايا من عطايا الحق سبحانه وتعالى. بالله. دخلت هذه الليلة ما شاء الله بعد أذان المغرب إلى إن شاء الله أذان الفجر تبقى الليلة، وبعد أذان الفجر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الليلة ليلة عظيمة مباركة، العبادة في هذه الليلة ركعتين الآن في هذا الوقت بعد هذه الحلقة المباركة، ركعتين فقط تكتب في ميزان حسنات الإنسان أنه عبد الله عز وجل 83 عام بمقدار 1000 شهر. ركعتين فقط، نعمة عظيمة جدا، مجرد ركعتين فقط تكفي. نعم ركعتين. نعم. تعادل يعني عبادة 83 من عام. يريد أن يستزيد فله حسناته طبعا. والأجمل من ذلك في شيء، وهو من باب أدخل كما يقولون المصريون، اللي مالوش كبير يشتري له كبير، وانت كبير نتيجة دامر. لا العفو يا فندم، العفو. من خلال برنامجك الشريف ومن خلال هذه النافذة العظيمة التي يطلع عليها ويسمعها كل الناس، تفضل يا فندم. في جزئين في العبادة، في عبادة فردية ذاتية وفي عبادة متعدية. العبادة الذاتية، أنا اليوم لما أصلي ركعتين أنا كأحمد سأستفيد أحمد في ذاتي فقط. صح. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا العبادة المتعدية، أي بمعنى أن العبادة التي أنتفع بها وينتفع بها غيري. العبادة التي أنتفع بها وينتفع بها غيري إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، جبر الخاطر، جمع الناس على كلمة واحدة، إزالة أي قواسم تكون فيها مشاكل وجمع الناس على القواسم المشتركة. في أشياء ورسائل إنسانية كثيرة هي صلب القرآن الكريم وهي رسالة القرآن الكريم، مش بس عبادة، صلاة وصيام وقيام. نسأل الله أن يكرمنا بالصلاة والصيام والقيام، لكن سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما تعرض عليه الأعمال في هذه الليلة الشريفة، الله تبارك وتعالى يرضى على من يجمع الناس على لا إله إلا الله ويجمعهم على قواسم مشتركة. وده منه مولانا إفشاء السلام والصفح والغفران للناس. نعم. ومحاولة الجمع وصلة الرحم وكل هذه الأشياء. نعم، لأن في هذه الليلة تظهر معادن الناس في. نعم. هذه الليلة. نعم. الكريمة الله سبحانه وتعالى يحبس الشياطين، في رمضان لا يخرجون، وكأن هذا العام الله سبحانه وتعالى حبس الإنس والجن كلهم محبوسين. صحيح. هذا العام. صحيح صحيح. لكن في جزئية أنه بعض الناس يسألون يقولون أن الشياطين مكبلة بالسلاسل والأغلال ونحن نرتكب المعاصي والذنوب والأثام. هنا فيها دلالة على النفس. صح. النفس حية تسعى ولو بلغت مراتبها التسعة. الذي يجاهد نفسه في هذا الشهر وفي هذه الليلة تحديدا ينال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تدرك في هذه الساعات المباركة. طيب مولانا الشيخ أحمد، بعد إذن حضرتك يعني تضرع وارفع أيديك للسماء بالدعاء لك ولنا، وأنا وكل المشاهدين منصتون، حضرتك تدعو ونحن نؤمن وراءك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين،
بلغنا عن حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى أنه من قال يا أرحم الراحمين ثلاثا ناداه مناد من السماء أن أرحم الراحمين أقبل عليك فسله، فإنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع البلاء عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وغير المسلمين. آمين. اللهم وارحم موتانا وموت المسلمين وموت جميع الإنسانية. آمين. اللهم واشف المبتلى من المسلمين ومن غير المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ربنا قد أكرمتنا وبلغتنا رجب وشعبان ورمضان وباركت لنا في رجب وشعبان ورمضان، فاللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذه البلاد بلاد خير ورخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم غزر أمطارها ورخص أسعارها، اللهم ألف بين قلوب ساكنيها، اللهم احفظها من فوقها ومن تحتها ومن داخلها ومن خارجها ومن يمينها ومن شمالها، اللهم ومن شرقها ومن غربها، اللهم احفظ برها وجوها وبحرها. آمين. اللهم يا حي يا قيوم ببركة هذه الليلة الكريمة وما تتنزل من خيرات وبركات وأنوار على الكعبة المشرفة وعلى حجرة الحبيب الأنور صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لنا فيها وافر النصيب وأعظم النصيب. آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم بارك في كل من يخدم هذه الأمة، وبارك في كل من يقف لنصرة هذه الأمة، وبارك في كل من يرفع يديه في هذه الساعة. تقبل يا ربنا دعاءنا ودعاءهم ببركة لا إله إلا الله وببركة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقبل منا يا مولانا واقبلنا بحرمة المقبول منا والمصطفى صلى الله عليه وسلم بأسرار سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيك وتقبل منا ومنك ولا حرمنا من علمك ومن نفعك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الحبيب أحمد الطلحي، شكرا جزيلا. وإن شاء الله بعد الإجازة وبعد العيد يبقى لنا لقاء، حضرتك تشرفنا في البرنامج هنا كمان ونستزيد من أنوارك ومن علمك الغزير. شكرا جزيلا.